عندها بحثوا فيه شهود، يوجد قرائن، ما في أي شاهد، الغرفة مغلقة عليهما. هي تقول راودني وهو يقول هي التي راودتني. طيب من نصدق؟ وشهد شاهد من أهلها، قيل هو صبي كان في الغرفة، وقيل رجل حكيم من قومها. هذا الحكيم، وهو الأقرب أنه حكيم، لأنه لو كان صبي في الغرفة ونطق لقال هي التي راودته وانتهى الموضوع. كان ما يعطيهم قاعدة يمشون عليها، يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت. كان ما يطول الموضوع. لو كان المتكلم هو صبي كان في الغرفة وراء الموضوع لكان تكلم بكل صراحة إذا أنطقه الله، لكنه كان رجلا حكيما من قومها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه أقبل عليها ودفعته عن نفسها حتى تمزق قميصه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه لا يمكن أن يغتصبها بظهره، لا بد أن يكون مدبرا عنها وهي تتعلق فيه.